ترأس سيادة المطران جبرائيل كساب مطران رعية الكلدان في ولاية ميتشيغان الأمريكية القداس الإلهي بمناسبة عيد الصليب المقدس بمعاونة كاهن الرعية الكلدانية في الأردن الأب زيد حبابة. وبعد انتهاء مراسم القداس الإلهي الذي حضره المونسنيور روبرتو كونا مدبر أعمال السفارة البابوية في الأردن وعدد من الراهبات وسط حضور كبير من المؤمنين، بدأ الزياح بالصليب المقدس إلى باحة الكنيسة حيث أشعلت النار التي ترمز إلى اكتشاف الصليب بمصاحبة بعض التراتيل الطقسية التي أداها الشمامسة وجوقة الرعية وسط خشوع وابتهال. وفي ذات السياق ترأس الأب عماد علامات قداساً إلهياً في بيت العناية الإنسانية لراهبات الصليب المقدس في ذكرى عيد ارتفاع الصليب بحضور عدد من الراهبات وجمع كبير من المؤمنين، حيث شارك بالاحتفال أيضاً رئيس بلدية الفحيص السيد هويش العكروش. وألقى الأب علامات عظة القداس التي أشار فيها إلى رسالة القديس بولس الرسول التي يبين فيها حكمة الله وحكمة الناس في ظل احتفالنا جميعا بالانتصار بالصليب. لأهل قرنثوس بالفصل الأول بيحكي عن حكمة الله وبيحكي عن حكمة الناس، بيحكي عن حكمة الله اللي منلاقيها في الصليب، ونحن ننادي بمسيح مصلوب، نفتخر بمسيح مصلوب. وهذا بالنسبة للعالم دمار، بالنسبة لربنا هو قدرة الله. بالصليب هناك القدرة، ربنا ببين قوته بصليبه. لما الكاهن بيروح بكرس البيت وبيدخلوا بيرسم إشارة الصليب في البيت إنه أداة انتصار، الصليب هو أداة الانتصار. وتخلل الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم الروحية أحيتها جوقة الفحيص. وفي نهاية القداس تمت مباركة ثمار الرمان رمز العبور وإشعال النار كتقليد سنوي.